السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 17 عالم كفيف تغني أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم عندنا درس مختلف تماما عن الدروس السابقة، وهو درس عن لعبة في الكمبيوتر. حاب أني أرويكم إياها. عندكم الفولدر، راح أول ملف راح أرسله لكم عن طريق الدروب بوكس كالعادة مع الدرس الصوتي. الآن خلينا نشوف اللعبة هذه أو الشغلة هذه. اللعبة هي عبارة عن بلايند سورس مان، هي لعبة رائعة جدا للكمبيوتر. واللعبة باختصار تلعب أنت تتحكم بسياف أعمى، أنت اللي تحدد له مسار ضربته، قدامه يكون عدو واحد أو مجموعة أعداء. العدو ممكن أنه يهجم عليك، وفي مرحلة من المراحل ممكن يرمي عليك أسهم. هذه القضية أو الموضوع، هي اللعبة ترى شوي صعبة. طبعاً أنا ما راح أقول لكم تفاصيل كثيرة، ولكن اللعبة عبارة عن أول شيء يكون قدامك سياف واحد ويزيدون. طبعا أنت عليك أنك تخلي السماعة في النص، بحيث أن السياف كأنه قدامك، فإما هو يضربك وتموت، وإما أنك أنت اللي تضربه وتفوز عليه. المرحلة الأولى سياف واحد، المرحلة الثانية سياف، المرحلة الثالثة سيافة. يعني في حركات وايد حلوة في اللعبة. على العموم اللعبة بدايتها، خلينا نفتحها. طبعا بيكم فولدر مضغوط، فانت تضغطون انتر عليه، وبعدين تضغطون على شيء داخله The Blind Source Man. بدايته Loading The Blind Source Man. واحد قاعد يتكلم عن القصة الخاصة باللعبة، فاحنا نطق انتر بينا المنيو. يعطيك هاي التعليمات اللي هي فوق وتحت للمرور بين الاختيارات، الانتر للاختيار والباك سبيس للرجوع للمنيو السابق. الان نروح كبداية، نبي نبدأ اللعبة. ستوري مود وسيرفايفل مود. طبعا احنا لان تونا بادين نلعب اللعبة، نبدأ بستوري مود. ستوري بيكون بين 180 degrees mode و 360 degrees mode. تختار ال 180 لانك اول مرة، وفي باك تو مين منيو. طبعا هدا من عندنا ليفل 1 لليفل 9 لليفل 10، فتختارون الليفل 1، وكل ما فزتوا يفتح لكم الليفل اللي بعده. لما تخلصون العشر ليفلات تروحون على 360، وبعدين على السيرفايفل مود على ال 180، والسيرفايفل مود 360. فواحدة واحدة تروحون عليها. وعلى فكرة الليفل اللي ينفتح ما يتسكر، يعني حتى لو سكرت اللعبة وسويت شت داون للكمبيوتر، رجعت فتحت اللعبة مرة ثانية تلاقي الليفل مفتوح بالنسبة لك. أنا لله الحمد وصلت ليفل 9 ك 180 مود، ولكن إلى الآن ما كملت الليفل 9، لأنه جدا حلوة اللعبة وجدا مثيرة، يعني فيها صعوبة ولكن رائعة صراحة. كل مرحلة لها ميزتها ولها طريقتها. وإذا عندكم أي سؤال عن اللعبة احنا حاضرين. يعطيكم